أكد النائب خليل عبد الله عدم وجود أي بوادر لحل مجلس الأمة في المرحلة الحالية، مفسرا ذلك بعدم وجود تصادم بين النواب والحكومة بعد تحول الصراع داخل قاعة عبد الله السالم إلى نيابي نيابي على حد تعبيره. وخلال استضافته في ديوان علي أكبر لم يخفي عبد الله وجود محاولات تسعى إلى إسقاط المجلس والحكومة في الوقت الذي لم يستبعد فيه إجراء تعديلات وزارية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، نظرا لوجود توجه لدى بعض النواب لاستجواب عدد من الوزراء على خلفية سوء الإدارة الحكومية. تحول إلى الصراع إلى نيابي نيابي، ما عادوا المستجوبين ينتقدون ويهاجمون سمو الرئيس أو الحكومة، أصبح يهاجمون منه رئيس المجلس ونواب آخرين، فما في هالاحتكاك اللي قد يؤدي دستوريا إلى حل مجلس الأمة. أقرت المحكمة الدستورية بدستورية هذا المجلس، بدأ الحراك مرة ثانية يتحرك الهدف واضح لإسقاط المجلس وإسقاط الحكومة. أعرف تماما أن هناك 4-5 وزراء مهددون بالاستجواب، فقد يقود هذا الأمر إلى تعديل وزاري مع نهاية الصيف قبل بدء دور الانعقاد القادم، هذا وارد. الاصطدام القادم راح يكون أصعب حق الحكومة، وبالتالي إذا كان في قرار حل أنا أعتقد أن القرار راح يكون أكثر ثقل، هذا القرار راح يكون على الحكومة مو على المجلس، لأن أداء الحكومة في غاية السوء، هناك سوء إدارة شديدة، وأنا أشوفها في اللجان من المسؤولين اللي قاعدون أمامنا في اللجان.